اهلا بحضراتكم من جديد في سهره مع نجمنا اللي مشرفنا ومنورنا نجم النادي الاهلي لاعب كريم ندفت. كريم برحب بيك في البدايه، منور بيتك قناه الاهلي. اهلا بيك يا كابتن عمر واهلا بحضرتك وبجمهور النادي الاهلي كله. طبعا بننوه على الساده المشاهدين مره ثانيه ان احنا معانا هاشتاج الحلقه اسال كريم ندفت، ده موجود معانا طول الحلقه علشان نسال نجمنا اللي موجود معانا على كل الاسئله اللي حضراتكم هتسالوها وهنجاوب عليها طبعا من خلال الهاشتاج اسال كريم ندفت. كمان احنا على الهواء مباشره من خلال قناه اليوتيوب الخاصه بالنادي الاهلي، اللي عايز يدور على اللينك يخش على فيسبوك او قناه النادي الاهلي على الفيسبوك هيلاقي اللينك موجود في البوست الخاص بلاعب كريم ندفت. كريم في البدايه يعني زي ما قلت لك منورنا ومشرفنا، انا مبسوط جدا ان انت موجود معانا، لكن الجمهور الاهلي هو اللي يعني وحشته بشكل كبير جدا، فالجمهور عايز يعرف بقى اخبار الاصابه وطمنا عليك الفتره اللي فاتت دي كلها. الحمد لله جالي اصابه غضروف، سافرت عملت العمليه بره مصر مع بروفيسور فايلر في المانيا، العملية نجحت الحمد لله. الحمد لله. ماشي في الصورة بصورة كويسة في البرنامج التأهيلي اللي هو حاطه لي هو والتأهيل ومتابعة في لينك بينه وبين دكتور خالد في مصر. ماشي على نفس البرنامج بالظبط الحمد لله وماشي فيه وراجع إن شاء الله الأسبوع الجاي بإذن الله لدكتور فايلر تاني يشوفني ويشوف حالة رجلي ويتابعني وساعتها نقدر نقيم الموضوع سواء في هنزل هبدأ أنزل أو لسه قدامي شوية جزء في مرحلة التأهيل. ده اللي لسه عارفه ان شاء الله الاسبوع الجاي باذن الله. طبعا انا بدات بالسؤال ده علشان انت عارف ان جمهور الاهلي لما بيحب لاعب بيحبه بجد وبيقدر ان هو يعني بيوحشه لما بيغيب عنه الفتره، فانت اكيد حاسس مدى شعور جمهور الاهلي تجاهك وعن غيابك عنه الفتره اللي فاتت دي كلها، فانت اكيد مقدر الكلام ده. طبعا دي حاجه كويسه وانا مقدرها ومقدر جمهور النادي الاهلي اللي هو كان داعبني في وقت انا كنت محتاج فيه الدعم ومبسوط جدا بدعمهم ليا وقد ايه هم محتاجيني وقد ايه محتاجين هم يشوفوني تاني في الملعب، فدي حاجه تبسطني وحاجه تديني دافع ليا ايجابي ان انا ارجع اشتغل اكتر وان انا اجهز في اسرع وقت ممكن ان انا ارجع وابقى موجود تاني في وسط الفرقه بتاعتي ونرجع وابقى موجود تاني في الفرقه باذن الله ونقدم حاجه كويسه لجمهور النادي الاهلي باذن الله. طيب يعني قبل بس ما